وسهلا بكم حبايبي، تحياتي لكم اخوكم مسام الصلال. اريدكم اليوم طالع بفلوق جديد، فلوق جديد لصيد السمك، انتظرونا رايح لكم. باي. عدنا لحد الان نمشي بالطريق، طيب هذاك المكان راح اوصل هسه نزيد اصور اوصلكم هذا المكان، وهذا مكان الطبيعي، هذا الطيور، وهذا المبزل اللي انا اصيد به. تعالوا ورايا، هذا المبزل اصور به، هذا مكان القصب ايش قد حلو، هذا له طعم. شوف 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 طعمه، تجي ورا ساعه ياكل الاكل مطبيع ما شاء الله. تعالوا ورا ساعه نرجع لكم.